السلام عليكم قناه مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي من قناه مابيد. والنهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين كبيره جدا لتكبير الارتاب وتطوير المؤخره. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعملوه 3 جولات في نص دقيقه، وهتعملوا تمارين دي 4 أو 5 أيام في الاسبوع مرتين في اليوم، يعني مره الصبح ومره بالليل. لو عايزين تعرفوا اكلات نصايح تعليمات معلومات تساعد بجانب التمرين على انكم توصلوا للهدف بتاعكم بشكل سريع جدا، يعني ان شاء الله في خلال 7 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم، افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل. الممل حلو قوي، فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرخين دلوقتي حالا عشان حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا. Thank you.
بكده احنا خلصنا حلقتنا. سمح لنا بتعرفون دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارفع له كومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم بقرب وقت، او تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. وبرده في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. بيس.